قهوتي اليوم مع صحفية كبيرة من لبنان بتقول كلمتها وبتمشي. اتفقت معها أو لا مش مهم، هي من الصحفيات الجريئات ببلدنا اللي ولا مرة ساومت على القضايا اللي بتآمن فيها، وكل قضية بتفتحها بتروح فيها لبعيد. الصحفية والإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، أهلا وسهلا فيك، صباح الخير، تشيرز القهوة. شكرا. والله انا مني من جامعه القهوه، انا من جامعه المتي. متي توقعت تكوني عم تشربي؟ شربت كل الليل لانه حطوكي قريبه مني اكثر. توقعت تكوني عم تشربي متي، شو منافع المتي؟ يعني انا بعرف انه مخيف المنافع، لو بنعرف ما حدا بيوقفه. صح، منافع اذا بدك تعتبري ما في ولا منافع، بكفي كميه المي اللي بتشربيها. يعني لما بتشربي متي بتشربي 4 لتر باليوم بدون ما تنتبهي، بلس انه بتوقد الدهن، بتخليكي جاهزه دائما، ما بتنعسي، ما بتتعبي، بتساعد الجهاز الهضمي والى اخره، في لها كثير منافع. نضال الاحمديه قلت قهوه نفرين. نعم صديقتي بونجورك، ما قلت لك بونجور. بونجورين. شربت كنت سهرانه كل الليل عم تابع شو عم بيصير بامريكا، للاسف نزل جيش الاحتياط على الارض. صايره عم تدخلي بالسياسه كثير، رح احكي بهالموضوع، بس قبل بدي اسالك، قلت بالمقدمه انه بيختلفوا معك كثار، مش الكل العالم بتتفق عليك، يعني انت قاسمه الاراء، في ناس معك كثير وفي ناس ضدك كثير. شو رايك بهالمعادله، معك كثير وضدك كثير؟ ايه يعني الحمد لله على هالنعمه، نعمه كثير، يعني ماني تحصيل حاصل، ماني بالتعبير الدارج ماني تحت باط حدا. حلو. حرة، الحر دائما بيتقاد، يعني بيقتلوه او بيعظموه، وانا هذا اللي صاير معي، يا محاولات قتل معنوي او جسدي او بحبوني كثير. بهمني قرائي، انا بهمني قرائي، قرائي معي غالبا، الا بعض العنصريين والمترجحين وقليلين الشرف يلي بينسبوا لي كلام انا ما قلته او بفسروه على ذوقهم. نضال، في كثير قصص طلعت عن نضال، يعني امبارح كنت عم بحكي انا وياك، في تتهم برشاوي، تتهم بانه نضال ليه فاتي على هالملف، يعني فتي على ملفات كثيره، خليني اذكر هيك تنفوت بصلب الموضوع، يعني من الملفات الدسمة اللي فتت فيها آخر شيء طلاق وائل كفوري، فتت بقصة زواج قصي خولة، ليه؟ في ناس بتقول إنه شو بدها نضال؟ ليه عم بتدخل حالها بهالموضوع؟ أول شيء هول قضايا وشغلتي، يعني هيدا من ضمن شغلنا. نعم. ليه بدي فوت بالموضوع؟ لأنه قضايا دسمة وما حدا بيعرف إذا أنا ما اشتغلتهم. قضية فضل شاكر مثلا، حدا تجرأ يتناولها قبل ما تناولتها أنا، يعني وتنقلتها كل المحطات. أما الرشاوي، الرشاوي لك يا ريت نسرين كنت عامل كنا فتحنا يعني تلفزيون الجرس يعني لا لا، كنت يعني بشتري طيارة خاصة، كنت بملك قصور، كنت مش المقصود بس بالرشوة المصاري يعني. لكن المرتشي عبد، هل مبين علي ان عبدي؟ لا، انت حدا جريء، بس انا بعدني جريئة متمردي، يعني انا مش فارقين عند حدا. طب يعني اذا يعني انت انت بتعتقد انه بيتجرأ فنان يرشيني؟ الله يعينه يعني، وبدون السترة. طب نضال الأحمدية، كنت عم بحكي بهيدي النقطة بعد ما هيك ما وصلت لجوابها، هي قصة إنه دخولك ببعض القضايا، نحن بنحكي بالوسط الصحافي، هقول لك بنحكي في مدرسة اسمها مدرسة نضال الأحمدية، هي مدرسة فتح الملفات، هي مدرسة يلي بتفوت بقضايا الفنان الخاصة، في مدرسة تانية بتقول لك أنا بالفن تبعه، بشو بيقدم لي، بشو بيعمل، ما دخلني بشق حياته. هيدي المدرسة اللي بتحكي نقد فني اصلا، وانكتبوا بيعرفوا يكتبوا، ليش مين بيعرف فرضا بالغناء الفرق ما بين مقام البيات ومقام السيجا مثلا؟ مين بيعرف الدراما؟ ان ما عليه، هيدي
المدرسة مش أنا اخترعتها، هيدي مدرسة بريطانية إعلامية، وبتعرفي 6 سنين إنه في 3 مدارس في العالم، المدرسة البريطانية وهي الأعظم واللي قلدتها الأمريكان الأمريكية، والمدرسة الفرنسية المدرسة المحافظة واللي انتقلت لتاخذ اتجاه المدرسة البريطانية، وفي المدرسة الألمانية اللي مش كثير معروفة مش كثير متداولة، بس أنا كثير درست فيها واشتغلت فيها. كيفية التسويق، لأنه كثير بتشتغل على الماركتينج، كيف تسوقي نفسك والخبر، يعني كيف أو كيف تسوقي البرودكت تاعك. أما إنه المدرسة اللي بتدعي، ألا رح أقول لك بالسياسة، بالصحافة السياسية، ليش شو بيعملوا غير فضايح وفتح ملفات؟ صح، ولا بنصفوه مثلا للوكالة، يعني هيدي الوكالة الوطنية للإعلام اللي قاعدة عم تسرق المواطن اللبناني وتاخذ من أموالنا، واللي تابعة لوزارة الإعلام اللي عم تسرقنا، وإذاعة لبنان اللي عم تسرقنا، وتلفزيون لبنان اللي عم يسرقنا. بتنتمي نضال، نضال الأحمدية بتنتمي للنقابة اللبنانية؟ نعم، أنا نقابة الصحافي، نعم، وبنقابة المحررين طبعا، صاحبة مطبوعة. بس يعني هول اللي بيقولوا وصرح فلان وخرج فلان ودخل فلان، بذكرونا بجماعات أو بالإعلام السوري. نحن لبنان ومصر على فكرة، والكويت يعني رواد هذه الصحافة المتقدمة جدا. خرجنا بقى، يعني اعطيني مطبوعه او انتم تلفزيون جديد لما تتناولوا اي موضوع عن شو بتحكوا؟ زار الرئيس والوزير الاعلام قال هيك، ولا بتفوتوا بقضايا وبملفات استقصائيه كبرى وبفضايح؟ يعني برايك ست نضال، انه اليوم الصحافه مجبور يفوت بكل القضايا، او هي شغلته فينا نقول، مهما كانت القضيه كبيره مهما كانت خاصه؟ بتوافقيني؟ نعم. هيك يعني انت ما عندك خطوط حمر؟ ما حدا ست، يا ست الكل، ما في شيء خاص طالما هو عام، يعني الا اذا انت قبضتي، اذا حدا رشاني وقال لي بليز ما تحكي، انا بدي احكي، يعني انا بدي احكي، مثل قضيه قوسي القولي، بحلف لك يمين انه انا ما بعرف قوسي، بحلف لك يمين ما بعرف اذا طويل قصير، اذا سنانه بيض مثل ما بشوفهم على الشاشه. بس عملت دراساتي، ويعني عم اشتغلنا على الموضوع انا وفريقي، وطلعنا وخرسناها للمرأة يلي يعني عم تدعي انها زوجته. طب هذا خبر بهم الناس، بهم شريحة كبيرة من العالم. عم تدعي انها زوجته، اللي مش زوجته زوجته. لا لا لا، منا زوجته، يبدو ما تابعت منيح، منا زوجته ابدا، مش مزوجة ابدا. يعني أنا بترك هذا الموضوع لقصي. على كل حال، قصي خولي رفض يفوت بهذا الموضوع باعتبار هيدي حياته الخاصة. لما الفنان بيقول لك هيدي حياتي الخاصة، ما بدي حدا يتدخل. حتى وائل كفوري ما بحياته دخلنا، بحياته الخاصة نحن دخلنا فيها. صح، وأنا ما سألته، لأنه أنا لما فتت على الموضوع فتت على أساس مرته شو كانت تقلنا بال 2014، وورطتنا معه وخلتنا ننقل عن لسانها كلام طلع كاذب. نعم. يعني هاي الملفات مش ما بطلب الاذن من حدا لفوت فيها، ولا باخذ الامر من حدا لفوت فيها. طب نحن بنقول، وكتار بتسمعي بالوسط، نضال الاحمديه من مين مدعومه؟ اوقات بتفوتي بالعرض بمواضيع كثير كبيره بتشكل خطر على حياتك، وشكلت خطر، وتعرضتي للقتل، وتعرضتي لتهديد كثير. مين داعمك؟ مين سندك؟ انت وامثالك، انتوا الاشراف وربنا. يعني ليكي بدي اقول لك شيء، نسرين، يمكن اول مره عبول، انا بنت جبل، من شو بدي اخاف برايك؟ بنت عشت عم شوف الدم عم حولي افريوير، عم يقتلوا بي قدامي، عم بتموت امي، شو ما في شيء، ما عندي شيء. كنت خايف على ابني، بعته على امريكا وانتهى الموضوع، ما بخاف من شيء، مش مدعومه غير من ربنا. بس كمان رح اقول شيء لاول مره بقوله، انا كثير روحانيه، يعني مثل صديقك وصديقي وحبيب قلبي رامي عواش، يعني نحن بنستغفر كثير، نحكي مع الله كثير، بنطلب رحمته كثير، في اتكال على الله يمكن، او على القدر، او على اللي ربنا مخبيه، في استسلام لقدرته، يعني هيدا قصدي.
يعني احيانا بخاف بس بستجدي الله انه يحميني ويحمي كل اللي بحبهم. يس هيدي حقيقه. بس اذا بدي اقول لك هيدي الاحيانا غالبا ما بخاف، ما بتفرق عندي حدا، ولك مش معبره حدا، وصرت لمحل مش قادره شوف حدا قليل القدر والقيمه. طيب. من هول اللي بخوفوا، عم بحكي تكون واضحه، من هول بخوفوا او بيستخدموا سلطتهم، وهذا مش شيء جديد يعني. صار لي من وقت محاوله قتلي ما عاد تعبرت حد. طيب بتنتبهي بتاخذي احتياطات؟ طلعت القمر يا مدام احمر. بتاخذي احتياطات؟ عرفتي مين حاول يقتلك؟ طبعا عرفت. اخذتي حقي اكثر من مره. طبعا اخذت حقي الله كبير، بس مش عبر القضاء، انت عارفه القضاء. شو بيه القضاء؟ اسم الله على القضاء، معين كلنا معينين من السلطة الفاسقة، وكيف بدهم يكونوا يعني. في بعض القضاة للأمانة، لأنه بتجربتي الشخصية طبعا ما من الأسراف، بس ما بيسمحوا لهم يعني. إذا قالوا لهم ضبوا الملف بضبوا الملف، مثل قضية الجرس مثلا، قال لهم هذا الزعيم للهيئة الاتهامية أو قاضي الهيئة الاتهامية، ضب الملف حطه بالجاروك كاسب. تشيرز. ايه تشيرز مع القهوه. نضال احمديه بدي اقول لك شيء، اليوم انت صحفيه واللي عمره ثلاث ايام بالصحافه كمان صحافه، يلي ما بيعرف العصا من الالف، يلي ما بيعرف يكتب الهمزه على السطر ولا فوق، يلي اخطاء قد ما بدك، كيف بتنظري لهالموضوع؟ انا هالموضوع كثير بيعصبني، لانه نحن درسنا وتعبنا وتبهدلنا وتخزقلنا مقالات، نحن صحفيين والفانز بلكي تبع الفنانين كمان صاروا صحفيين، كيف بتنظري لهالموضوع؟ لا هن اللي صاروا صحفيين فعلا فعلا، اذا بتعملي جوله الفانز للفنانين. يعني الفنان يبحث عن من يصفق له. وبده هيدا المستوى الدنيء من صحفيين او راكبين موجه الصحافه. نعم. اللي فتحوا ويبسايتات وفكروا انا رئيس تحرير، روح بيقول لك انا اعلامي وما بيعرف شو يعني اعلامي. الحق مش عليهم، حق على الفنانين. انا بقول الحق على الفنانين اليوم. صح. خليني اوصل هالفكره. اليوم لما فنان بيجي بيقول لصحافه، اليوم فنان بيجي بيقول لصحافه عمره ما بعرف يعني منه صحافي اصلا، انا بفتخر بالحكي اللي قلت لي اياه وبقدر كلامك، انت عم بتكبر حدا ما بيستاهل. بعدين مش مهم ينحكى عنك، مهم مين عم يحكي عنه. الفنانين زادوا اذا بدك هيدي المشكل. نعم. نسرين مش عم بكبر حدا، عم بخرب، عم بخرب الصحافه. هول الفنانين عم بخربوا، عم بخربوا ذوق عام، عم بخربوا مهنه. نعم. عم يعتدوا على المهنه لما بيعملوا رتويت، ولما بيسقفوا لواحد حمار طالع يقول رايه وغلط، الراي كله غلط. وبعدين بتشوفي ما في فنان بيعمل غنيه او ممثل بيطلع بيعمل، قبل ما يشوفوه بتبدا التهاني. في شيء من يعني في شيء عند هالبعض من هالشيء عم بيقربوا على الضوء وعم يحترقوا بسرعه. نعم. اذا منتبه في عدد كبير كان موجود واختفى، احترقوا. هلا لاحظي الفيريفيكيشن، العلامه الزرقاء شارينا فولورز، بيشتروا فولورز، اللي بيشتروا لايكات بيشتروا ريتويتات طبعا، وبياخذوا المصاري من الفنان. يعني الصحفيين بيحملوا الشنطه للفنان، مش عارفه ده وين. وللاسف ما بيطلع هلا جيل جديد، يعني الصحافه المكتوبه بخطر، كمان الصحافه المرئيه بخطر. طبعا طبعا. نضال احمدية اليوم بلشت تدخلي بالسياسه، هلا انا بعرف يعني قصتك مع السياسه كبيره، ليه الجرس ما اشتريتيها سياسيه؟ ليه قررتي بهالمرحله بالذات تبلشي تكتبي وتحللي سياسه، علما انه الاعلام السياسي ببلدنا وببلدنا منه ديمقراطي، منه حر، منه سهل؟ لا منه ديمقراطي، ما في حريه. نعم. يعني انا لما رحت على نقابه الصحافه لاشتري ما يسمى بلبنان امتياز. نعم. سياسي. قالوا لي ما بتقدري. ليه ما بقدر؟ هذا العرف. ايه. كيف هذا العرف؟ ما بحق لك انا كمواطنه، وانت كمان نسرين، واي مواطن لبناني ما بحق له يحصل على مطبوعه سياسيه ولا على اذاعه سياسيه ولا على تلفزيون سياسي. الست وست مكرر، والمحاصصات في هذا النظام اللعين
كمان يعني ونحن نتشدق بالديمقراطية حرمنا من حق التعبير freedom of speech اللي مفروض اللي مذكور بالدستور اللبناني نحن محرومين منه. فكيف ما فيني اشتري المطبوعة السياسية؟ أنا بدي أعمل مطبوعة سياسية. كان لازم تنتبه لشي حزب بلكي. لا كان لازم روح عند زعيم. يكفي. وعلى ما كان الزعيم بيقدر كان بيقدر يعطيني المطبوعة اللي شاريها هو قبل الستين 1960 ويمكن إذا مش راض علي حق مليون دولار مليون. بتعرفي قد ايه تجروا بالمطبوعات اللي شارينا قبل 1960؟ نعم. بلد مفروض يتدعوس كله سوا، بلد مفروض تنعاد سياقته من اول وجديد. افسد من هيك نظام صح. بالكون انا مش شايف. يعني عم ينزلوا المتظاهرين لحد هلا مستحلات حدا يقول ليش في وزاره اعلام؟ يعني من وقت غازي العريضي وافق معنا وقال المفروض تتقبل وزاره اعلام. رياشي وقال لازم تتقبل وزارة الإعلام. ليه هدر المال على وزارة إعلام تتفرع عنا إذاعة وتلفزيون؟ فوتي على وكالة الإعلام بيسمعوا بهيك وكالة، فوتي على ويب سايت وزارة الصحة. بتعرفي بحس الواحد بده يصرخ، بدي تنزلي على الطرقات وتصرخي إسقاط النظام كله كله من أساسه، ردمه وإعادة صياغة دستور لبناني جديد. نعم. يعني أنا كمواطنة ما بحق لي أكتب سياسي إلا لما تسمح لي العالم عبر الأونلاين أو بدي أكتب عن طلال سلمان أو عند بيت التويني أو عند المدعومين وباقي المطبوعات المدعومين من الدول ومن الحكومات. ومعروف أنه البادجت اللي بيجيهم السنوي تحت أنا بدأت صحافي سياسي كان يقتطعوا من مقالتي. اليوم عم ترجعي تفشي من مقالتي لانه هيدي الدولة ما بتوافق. اليوم انت حرة اونلاين، عندي 30 سنة لاختم هالنقطة انا وياك، اليوم انت حرة اونلاين عم تكتبي ارائك السياسية، عم تكتبي اللي بدك اياه، هيدا الايجابي جدا بالسوشيال ميديا اذا بدك. بمواقع التواصل. ديجيتال. ايه. الحمد لله. الحمد لله. انا ببوسك وبهنيك على برنامجي. شكرا. الله يوفقك من الاول يعني من فترة قصيرة عملت ضجة. شكرا نضال احمدية، يعني انت بتعرفي نحن صداقتنا كبيره وانا بحبك وبقدرك وانا بحب الناس الجريئه اللي بتقول كلمتها وبتمشي مش انه عندها حسابات كثيره. بتشكري وان شاء الله قريبا نلتقي بلقاء طويل.